ومثل ما وعدناكم اليوم لقائنا هلا مع خبير العقارات وضاح الغصاين. وانا قلت لكم من الصبح، قلت لكم صري من الصبح انا اقول لكم في تغييرات كثير واشياء كثير عم بتصير بعالم العقارات، ولهالسبب رح نكون مع وضاح الغصاين. اولا قبل ما بلش خي وضاح، خليني اتاهل فيك واقول لك يا 100,000 اهلا وسهلا في هذا النهار الجمعه، نهار الحلو. كيفك انت وكيف هالفيرتكس ديم؟ والله الحمد لله، الحمد لله، اهلا وسهلا فيك جيري، واهلا وسهلا في المستمعين. الحمد لله احنا الفيرتكس تيم هلا يعني شغالين على مكتب جديد وعم نعمل له فور رينوفيشن، وحيكون ان شاء الله يعني ملفت للانظار، ويكون يكون يعني يساعدنا انه نخدم زبائننا واصحابنا اكيد بطريقه افضل. اكيد اكيد 100%. هلا خي وضح في شغله مهمه، اولا خلينا نهني مستمعينا، انا بدي هني مستمعينا لانه الظاهر عم بيسمعوا الكلمه منك وعم بيسمعوا وعم بيشوفوا شو عم بيصير. حكينا اخر لقاء بس كنا من تقريبا اسبوعين انا وياك، حكينا انه هلا الوقت المناسب لحتى الواحد يبلش يشتري، لانه بعد شوي هالاشياء رح ترجع ترتفع. فالظاهر سمعوا شوي، خبرني شو صار بالاسبوعين اللي صاروا. شوف هلا الاسبوعين هذه يعني بعد الحلقة الماضية يعني إجانا كم يعني جيد جدا من المكالمات صراحة، الناس تستفسر وبتسأل إنه طيب أوكي إذا اشترينا هلأ طيب شو بدي يصير، ناخد variable ولا ناخد interest. يعني كمية الأسئلة اللي إجت بالنسبة إنه إذا اشترينا هلأ ناخد variable rate ولا interest rate، يعني كم عدد مش طبيعي من الناس اللي عم تسأل. وإحنا دائما بنقول للناس يعني إحنا أكيد إلنا رأي وخبرة بهالمجال، لكن بكل الأحوال المورجيج بروكر تبعهم المفروض هو اللي ينصحهم حسب الميزانية تبعت الزبون وحسب كل الأرقام تبعتهم. بس بكل الأحوال بنتصور إحنا مرحلة إن الواحد يأخذ fixed rate، بتصور تجاوزناها، الأفضل إنه يأخذ هلأ variable، لأنه يعني بعدهم رافعين امبارح كمان 0.25 للبرايم كمان مره البنك اوف كندا، بس بيعدونا هاي اخر مره. ما هذا هي فاحنا عم نتصور انه خلص يعني هلا جاي تيجي تعمل فيكس يعني، فيعني بعد ما زودوا اخر زوده وبيعدونا انه هاي اخر زياده، واحتمال يعني من هلا نص الصفية او اخر الصفية يرجع ينزلوا يبلشوا يرجع ينزلوا الريت مرة تانية. فهلا اي ثينك اتس تو ليت انك تاخذ فاريبل. اكيد هلا هذا يعني ياخذوا نصيحة المورج بروكر تبعهم. فاللي كنت بقوله انه فعلا اجانا كمية جيدة جدا من المكالمات، الناس تستفسر وبتسأل ومن حقها، وإجانا ناس كتير مهتمة إنه حابة تشتري وتستغل فرصة الأسعار النازلة بالسوق. وزي ما كنا بنحكي بالحلقة الماضية الأسعار نازلة من 150 ل 200 ألف، يعني بتتكلم يعني التاون هاوس اللي كان ينباع مثلا ب 700 و 750، حتى أحياء في بعض التاون هاوس وصل 800، هلأ بتقدر تجيب تاون هاوس كتير حلو وبعده يعني سنتين أو ثلاثة قديم مش أكثر من هيك، تقدر تجيبه 650 و670 والكلام هذا. فأنت تتكلم عن فرق كبير جدا بالسعر، فهذا هو يعني مع الانترست ريت الزيادة اللي صارت برضو بتطلع الدفعة كتير معقولة لأنه الأسعار أساسا نزلت. فهذه النقطة إحنا لاحظناها، يعني إحنا بالويكند هذا اللي ماضي عملنا كذا أوبن هاوس للليستنجز تبعتنا يوم الأحد، ولاحظنا انه كان في لاين ابس على الاوبن هاوس، يعني في عالم قاعده يعني واحد داخل واحد طالع واحد داخل واحد طالع، فكان الموضوع ملفت للنظر صراحه، يعني لانه الناس فعلا يعني خلص زهقت من موضوع الانترست وفعلا بدها ترجع تبلش تشتري مره ثانيه، بدها تبلش تدور. فزي ما تقول العالم عم بتلفلف على البيوت بتتفرج عشان تبلش تتحرك. ومبارح بالذات عملنا آفر لزبون من زبائننا، واحد مشتري كان بده يشتري بيت، عملنا آفر على بيت تاون هاوس معروضه ب 550، وانصدمنا انه اجى للليستنج ايجنت 8 other offers، يعني 8 other offers. يعني هذا الكلام احنا ما شفناه من 4-5 اشهر،
يعني فصراحة الإشي كان ملفت للنظر. هلأ صحيح كان التاون هوس معروض بأقل من سعره ب50,000، لكن إيت أوفرز على نفس البيت، هذا كان ملفت للنظر. فهذا بدل على إنه المشترين، في كتير مشترين وفي كتير عالم مستعدة تشتري، خاصة بالشريحة الميدل كلاس اللي هم اللي بدوروا عادة على التاون هاوسز اللي ما بين 500,000 ل 700,000. هاي الشريحة في كتير موجودين الناس، فأي حدا بفكر يشتري هلأ فرصة حقيقية قبل ما ترجع تطلع الأسعار، لأنه إذا بلشت الناس ترجع تعمل multiple offers على البيوت ما في حل إلا إنه تطلع الأسعار مرة تانية، لأنه اللي بطلع السعر هم الناس، مش إحنا كأيجنت. إذا إحنا بنحط التاون هاوس ب 550 وبيجينا 8 offers، واحد بحط 600 وواحد بحط 620 وواحد بحط 650، وبنباع مثلا 650 100,000 زيادة عن سعر الماركت، طبيعي انه التاون هاوس اللي بعده ينحط ب 650. فيعني اللي بيزيد الاسعار هو الطلب، ما دام ما في بضاعة، ما دام ما في بروبرتيز انف. هلا حاليا في بروبرتيز كتير وفي فرص حلوة وفي صيدات حلوة، بس احنا عم نلاحظ انه عم بتغير الموضوع بشكل سريع. هلا في شغلة، ما نرجع شوي لورا خي وضاح، لنرجعهم للبداية للأشخاص اللي قبل ما تبلشوا تركضوا وتروحوا لتحطوا أفر على البيت. لأن رح أرجعكم للخطوة الأولى، الخطوة الأولى لازم يشوفوا قديش بيقدروا يعملوا بري أبروفل لإلهم ليشتروا بيت، هذا أهم شيء. يعني بيحكوا مع البروكر أو مع البنك ليشوفوا قديش بتقدروا تشتروا البيت وقديش ممكن تقدروا تحطوا حق بيت، هذا الخطوة الأولى. وساعتها هون الواحد لازم يستفيد 100%. هلا اذا اي حدا ممكن هو قاعد ببيته ممكن يعمل حسبه سريعه بينه وبين نفسه، يعني يقول انه اوكي انا والله انا ومرتي او انا وزوجي دخلنا مع بعض مثلا خلينا نقول 400,000 قبل التاكس، نتكلم قبل التاكس، احنا ما لناش علاقه بالتاكس، ما خلينا نقول مثلا 100,000. ماشي، 100,000 الحسبه البسيطه جدا، اذا هم ما عندهم ديون تانية، يعني مش عاملين ليس لسيارة، مش مخدين فرنتشر بالتقسيط، ما عليهم لاين اوف كريدت مثلا او ديون، او ما عليهم مثلا ستودنت لونز، الحسبة البسيطة اللي ممكن يحسبها انه يضرب الرقم هذا بأربعة، هذا اذا بده يروح على اي لندر. فاذا هو دخله 100,000 يضرب بأربعة، معناته البنك بيعطيك ان افريج تقريبا 400,000. اوكي، فالباقي يعني هذه هيك حسبة على السريع، يعني حتى الواحد يعرف حاله لوين يطلع. يعني اذا واحد مثلا بينه وبين السباوس تبعه بدخله 100,000 ما يجي يفكر ببيت بمليون، مش منطق بالمره، الا اذا عنده كاش كتير وبقدر يحط داون بيمنت كبيره، هذا موضوع تاني. بس كبنك اللي بيقدر، البنك اللي حيعطي له اياه اذا ايه لندر، واحد من البنوك المعروفه، اذا ايه لندر وبده ياخذ ريت معقول بالأسعار الحالية الموجودة، بده يضرب الرقم دخله بينه وبين مرته بأربعة. هذه حسبة بسيطة سريعة ممكن الواحد ياخذ فكرة. بكل الأحوال أكيد لازم يروح يراجع المورتج بروكر تبعه ويراجع البنك تبعه، بس هذه على القليلة بتعطيه فكرة سريعة إنه شو نوع البيت اللي ممكن يشتريه وقديش الميزانية. فإذا البنك بده يعطي له 400,000 وهو الرجال عنده 100,000، فهي نعم نتكلم عن 500 وهكذا. حلو، هلا اذا كان هلا فينا نقول يعني بكل وضوح انه هيدي الموسم هلا نحن اللي مرئين فيه هو اتس بايرز ماركت، هو موسم الشر. بالضبط بالضبط، هلا الموسم الشر، وهلا فرصه حقيقيه زي ما تكلمنا، وهلا في فعلا فرص حقيقيه بالعقار، بس هذا ما راح يضل الكلام كتير. انا بتصور خلال اسبوعين او ثلاثه الماركت حيرجع يصير بالانس ماركت، واحتمال كبير على اول السبرينج تايم حيرجع يقلب سيلرز ماركت. فاللي بفكر يشتري هلا في فرصه فعلا حقيقيه انه يشتري. طيب هلا مازال هلا اتس بايرز ماركت، وقريبا راح تجي تصير سيلرز ماركت يمكن بالربيع، فهلا هون كمان بدنا نحمي اللي عم يبيع. هلا اللي عم يبيع لازم كمان يستفيد من الفرصه
ليبلش يحسن ويظبط بيته، ليعمل له ستيجنج مظبوط، يعني كان شوية دهان من هون، شوية تظبيطات هون لحتى يظبط بيته كمان، لحتى ما يخسر كتير بالبيت بس يحطه للبيع. صحيح 100% 100%. هلا يعني اعطيك مثال، هو بكل الاحوال اللي بده يبيع بيته يا اما بده يشتري بيت ثاني، فيعني اذا بنتكلم انه والله واحد بده يكبر بيته بده يشتري بيت ثاني، فهلا اذا بيبيع بيته ممكن يقول لك مثلا اه لا ما هلا بايرز ماركت بلا ما ابيع بيتي هلا لانه بدي اشتري بيت، بس انت فكر فيها كمان، البيت اللي بدك تشتريه ما هو بايرز ماركت، ما انت بالاخر حتكون باير ماركت بوضع الباير ماركت، لان انت بدك تبيع بيتك مزبوط، يعني ما راح تاخذ، يعني اذا كان عندك تاون هاوس مثلا هلا بسوى 650 بجوز، دائما بنقول ما عندنا كريستال بول، بجوز انه على اول السبرينج او بالسبرينج يصير حقه مثلا 700، بس انت تطلع على البيت اللي بدك تشتريه. طب ما انت البيت اللي بدك تشتريه نفس الشيء، اذا هلا بتقدر تشتري بيت سنجل هوم بمليون، على السبرينج باحتمال كبير يصير مليون و300 ولا مليون و400 ويمكن اكثر، فهي نفس الموضوع، يعني اذا هلا واحد بده يبيع وبده يشتري برضه لسه فرصه حقيقيه عنده، لانه ممكن يشتري البيت ويكبر البيت بسمارت. هلا اذا واحد بفكر يبيع لاي سبب من الاسباب ومش ناوي يشتري، هذا موضوع شويه مختلف، لازم نقعد ونعمل دراسه، اذا في اسباب قوية جدا انه يبيع هلا بالوقت الحالي وبسرعة سريعة، لازم طبعا ينعمل له ستيجينج، لازم كذا. يعني اعطيك مثال، مثلا في عنا زبون اتصل فينا الاسبوع الماضي، رحنا زرناهم وتفرجنا على البيت، عندهم بيت كتير حلو بكناتا ليكس بجنن، كان على السنة الماضية بسوى بحدود ال 1.2 1.3، هلا بسوى بحدود المليون، ماشي، فنزل شوي، فهم عم بيقولوا انه احنا بدنا نعمل داون سايزنج. طيب ماشي على عيني وراسي. هلا الداون سايزنج كانوا عم بيفكروا يشتريوا بيت برانيو مع البيلدر، البيوت اللي مع البيلدر بعدهم ما نزلوا اسعار كتير البيلدرز، لانه تكلمنا عن هذا الموضوع الحلقه الماضيه، مزبوط، لانه الماتيريال غاليه والليبر غالي والكلام هذا كله، فاقنعناهم ان يشتروا بيت مستعمل لانه ممكن يلاقوا فرص حقيقيه وبيوفروا بحدود ال 100,000 ما بين البيت برانيو من البيلدر ما بين بيت عمره سنتين قديم ريسيل بالماركت، بوفروا لهم شيء قريب ال 100,000. عطلين؟ مش عطلين اكيد. فهلا فرجيناهم اكم من بيت، عجبهم بيت، فلقينا انهم يشتروا بيت موضوع مش صعب كتير لانه الجماعه سلسين وايزي جوينج زي ما بنقول. فهلا عم نظبط لهم بيتهم على اساس على اول سبرينج او احتمال كبير بعد خلال اسبوعين نعرض لهم البيت هذا تبعهم الكبير للبيع ونشوف شو بيصير بالماركت. فبدها ترتيبات ولازم البيت يتظبط بطريقه معينه وبطريقه حلوه حتى يلفت الانظار ويجذب الزباين، خاصه انه في هلا عدد منيح من البروبرتيز المعروضه على الماركت. طيب خي وضاح، كنت عم بحكي مع احد المستمعين امبارح يلي يمكن خربط بيني وبين صوتك انت، فكرني انا وضاح الخصاين، عم بيسالني اسئله، قلت له عمالك شوي، انا بكره رح يكون معي وضاح وراح اساله، وهذا موضوع كمان بيخص البايرز ماركت. هلا رح ناخذ فاصل ونرجع لاسالك هالسؤال يلي انسال لي لحتى اوصل لك اياه من احد المستمعين، خليكم معنا، عم نحكي مع وضاح الخصاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. ورجعنا لمتابعة برنامجنا معكم على شنة 7.9 مع خبير العقارات الأستاذ وضاح الغصين من رويال بيج تيم ريلتي ذا وينرز اند وينينج فيرتكس تيم. هلا رح نحكي عن هالموضوع بعد شوي، خليني ارجع على الموضوع يلي سألني احد المستمعين، يعني عم بيفتكر قال يشتري هلا، عم بيقول لي هلا الوقت مناسب لاشتري دوبلكس ترايبلكس واجرها واشياء كتير منيحة. قلت له ها هذا سؤال كتير مهم مش لإلي انا، هذا لخبير العقارات. بفتكر حسب الأجارات هلا وحسب الأسعار مثل كنت عم تحكي خي وضاح، بالنسبة لبايرز ماركت لازم تكون كمان السوبر بايرز ماركت للأشخاص اللي عم تفتكر تشتري وتأجر. صحيح 100% 100%، لأنه شوف هلا بحكم الشهر الماضي إنه كانت الناس ما عم تشتري، فطبيعي طبيعي الناس عم بتروح للأجارات،
فإذا الناس ما بتشتري وين؟ ما هي بدها تسكن، ما هي يا إما حتشتري يا إما حتستأجر، ما في حل تاني يعني. فطبيعي الناس كانت تروح للأجارات. وبحكم إنه في كتير الشهر الماضي والشهر اللي قبله الناس كانت عم بتحاول تبيع ومش قادرة تبيع البروبرتيز تبعتها بالأسعار القديمة العالية، فكتير منهم حطوا البروبرتيز تبعتهم للأجار. فمنلاحظ إنه بمارش السنة الماضية مثلا، أو خلينا نقول بالصيفية السنة الماضية، يعني كنا نلاقي يمكن 200 أو 3 للأجار بكل برهيفن مثلا. هلأ نطلع على السيستم منلاقي شيء 30-40 بيت معروض للأجار، فمنلاقي إنه الأجارات أرخص هلأ حاليا بحكم إنه في عرض كتير موجود للأجارات، لأنه في ناس كتير كانت عم بتحاول تبيع ومش قادرة تبيع، فبتتجه لاتجاه إنه تأجر البيت بدل ما تبيع، ويستنوا عبل ما الماركت يطلع شوي أقوى بعدين يرجع يفكروا بالبيع. فبحكم إنه في كتير أجارات معروضة هلأ للبيع وفي ناس هلأ عم تستأجر، الأجارات بشكل عام نازلة شوية بالشهرين هدول الماضيين، فهذا بيأثر طبعا على قيمة الدوبليكس أو التريبليكس أو الفوربليكس أو المالتي يونت ريزيدنشال هومز، لأنه عادة الانفستر لما بيجي يشتري مالتي يونت ريزيدنشال هومز أهم شيء عنده الأفرج إنكم تبع كل البناية وقديش الريتيرن تبعه، بنسميه الكاب ريت، قديش الريتيرن تبعه على الانفستمنت تبعه اللي بده يحط على البروبرتي. عادة الناس تطلع ما بين 4% ل 5% انهم يعملوا ريتيرن. فإذا كانت الأجارات نازلة طبيعة الحال السعر تبع الفوربليكس والتريبليكس والخمسة يونت والستة يونت بيلدينجز عادة بكون نازل سعره كمان، فبتكون فعلا فرصة حقيقية. هذا الكلام حيتغير زي ما احنا هلأ عم نحكي، لأن إذا بطلت الناس تستأجر وزي ما عم نحكي هلأ حاليا بلشت ترجع تتجه للشراء، حيقل عدد المشترين والناس اللي عارضة البيوت للأجار حيقلوا، حيصيروا حيرجعوا يعرضوا بيوتهم للبيع، فهنلاقي إنه الأجارات احتمال كبير ترجع تطلع خاصة على أول الصيفية، وهذا شيء طبيعي عادة بالصيف تطلع الأجارات. فهنلاقي إنه أسعار الفوربليكس والترايبليكس والسيكسبليكس هيرجع يطلع مرة تانية. اكسلنت، هذا شيء يعني موضوع كتير كله هذا للمستقبل القريب مش للمستقبل البعيد، لانه الاشياء محتمل ترجع تبلش تتغير بالربيع. وخي وضاح، في شيء انا بتعرف العصافير بتحكي معي دائما، انا العصفوره بتجي بتغط وبتقول لي ليلي في لقاء مميز للفيرتكس تيم. اولا خليني هنيكم باسمي باسم اذاعه تشين راديو والمستمعين طبعا اللي دائما بيستمعوا عليك كل جمعه ورا جمعه. خلينا نهنيكم، نهني الفيرتكس تيم لانه فعلا بتستاهلوا هالجائزه. خبرنا عن الجالا ليلي اللي راح تكون بشرف. انت دائما ابديتد، دائما ابديتد. فاحنا في عندنا فعلا اليوم جالا لرويال بيج، وزي ما يمكن الماركت عارف رويال بيج تيم ريالتي هو نمبر 1 بالمبيعات بأوتاوا، فاحنا عندنا الجالا لرويال بيج، ورويال بيج بشكل عام بأوتاوا بتملك قريب ال 25% من قيمة الماركت هنا بأوتاوا، وإحنا من أكبر الشركات اللي بتملك نسبة كتير كبيرة من أوتاوا. فإحنا عنا الجالة وإن شاء الله يعني إحنا تكلمنا فيها بديسمبر، يعني إحنا كنا نامني بديسمبر لنكون واحد من التوب وينرز اللي موجودين على الساحة ما بين أكثر من 20,000 ايجنت. فالحمد لله احنا كنا فزنا بنسبة 1% top team ما بين أكثر من 20,000 ايجنت، وطلع مرتبتنا بالترتيب بالرقم بالذات يعني 135
ما بين 20,000 ايجنت، فهذه مرتبة كتير عالية، واحنا الحمد لله يعني وصلنا لها بتعب وشقا، وطبعا بثقة الناس فينا وبثقتهم بسمعتنا، وان شاء الله يا رب منها لاعلى، يعني نتمنى الخير اكيد للجميع، ونتمنى النجاحات للجميع كمان بنفس الوقت اكيد. والكلمه السريه هوني تيم، وهو ذا فيرتكس تيم. فعلا تحيه كبيره للفريق كله سوا من فيرتكس تيم يلي هن كتار ومحترفين جدا بهالمجال. لكن خي وضاح، منا نعرف هلا ذا فيرتكس تيم شو عنده هيك سكوبس او شو في نيو بالتيم عدا عن الجالا الليلي بالنسبه للعقارات يلي موجوده حاليا بالبلد. حلو حلو. هلا في عندنا كذا جريت اوبورتونيتي خلينا نسميها، لا زي ما حكينا تاون هاوسز في كتير جود اوبورتونيتيز، اللي بحب يبلش يفكر بانه يشتري تاون هاوس لإله ويسكن فيه والكلام هذا أكيد يتواصل معنا، لأنه في كتير opportunities فما رح أذكرهم. أنا حذكر هلأ opportunities اليونيك أو special خلينا نقول موجودين هلأ حاليا على الماركت. في هلأ حاليا أرض معروضة للبيع 230 أكر مو بعيدة عن جريلي، فهذه إلها كتير مستقبل كتير باهر وكتير ممتاز، اللي بتصور انه ممكن ياخذ هاي الاوبورتونيتي وانفست ان ات للفيوتشر يتواصل معنا. في كمان بفندلي كريك في قطعتين ارض موجودين للبيع كوميرشال، فيري جود اوبورتونيتي انه الواحد يشتري قطعه الارض او التنتين ويبني عليهم البلازا واوفيسز فوق بفندلي كريك، عليها طلب كبير هذا الموضوع، فاللي بحب يستثمر ويعمل هاي الأوبورتينيتي في موجود هذا المجال. في عنا هلأ حاليا كمان أوبورتينيتي عملنا كولابوريشن مع بيلدر وعارض علينا إنه إكسكلوسيف مش محطوطة على الماركت، إنه نبيع له 14 يونت موجودين بأرن براير مأجرين كليتهم موجودين على شارع واحد كإنفستمنت، في منهم سينجل في منهم تاون هاوسز في منهم سيمي ديتاتش وكلهم مأجرين وكلهم أعمارهم ما بين الخمس سنين أو أقل. فا it's a very good opportunity. في عنا الرنت رول موجودين، so it's a great opportunity خاصة إنه أمبراير عاجلا مأجلا يعني حتزيد الأسعار تبعتها لانه ما عادش في مكان للناس تروح بأوتاوا، يعني فطبيعي انهم يطلعوا لروكلاند وامبراير والضواحي. في عندنا كمان اوبورتونيتي، في عندنا بيج سنجل هوم 7000 سكوير فيت مع البيسمنت، من غير البيسمنت نتكلم عن بحدود 4000 ونص. هذا البيت طالبين فيه 2.2 لكن ممكن السيلر يقبل ب يقبل انه يكون هو المدين بدل البنك بنسبة 0%، فالانترست ريت 0%. يعني اذا واحد مثلا خلينا نقول واحد بده يحط اوفر 2 مليون على هذا البيت، بيت جدا رائع، بيت برانيو ما صارلوش سنة، اذا بده يحط مثلا 2 مليون على هذا البيت ممكن يحط مليون ويدين مليون من السيلر نفسه بنسبة interest rate 0%. فهذا يعني ديل جدا ممتاز، ولا واحد بفكر يشتري بيت كبير، وفرصة جدا حقيقية خاصة انه اسعار الانترست هالايام شوية عالية، فالفرق انه مليون ياخده بدين على 5% interest او مليون ياخده بدين على 0% interest، تفرق معه مبلغ جدا كبير بالشهر اكيد. حلو، هاي فرصة للأشخاص يلي بدها بيت كبير. صحيح 100%. كنت عم تحكي عن شقة في الأرض يلي فعلا أنا دائما بحب هيك اسمع شقة في أرض للبيع. بالنسبة لشقة في الأرض يلي هي قلت لي يمكن فوق 230 أكر هي شقة في الأرض، هيدي إجمالا للمستقبل بس كون شقة في الأرض بهالكبر هذا قديش كم يونت إجمالا بيتعمر عليها؟ هذا شو فيك تعمل عليها قرية، يعني هذا بتتعمر
يعني فيندلي كريك كلها على بعضها حسب ما بتذكر بحدود ال 300 ايكر. فانت يعني انت يعني ممكن تبني فيندلي كريك كامله هناك يعني. بس طبعا مشروع زي هذا انت بتتكلم عن شيء 10 سنين يعني. يعني انت بتعرف لغايه هلا ترى قديش مبلشين البيلدرز بمنطقه فيندلي كريك مثلا، ولغايه هلا لسه بعدهم عم بدنوا بيوت بمنطقه فيندلي كريك. فالمساحه جدا مهوله، وحيكون يعني ممكن وزوند لأربن ديفلوبمنت وممكن وجاهزة يعني، فممكن يكون انفستمنت جدا رائع لشي انفستر حابب يشتغل وينمي فلوسه. بس طبعا نتكلم انه يعني بدها نفس الشغلة وبدها شغل، واحنا دائما اكيد بظهره للمشتري وبنساعده بكل الاحوال، لان اشتغلنا على هيك بروجكتس قبل هيك، مش شيء جديد علينا. ف بياخذ البيرمس، بياخذ هذا، وبيبلش فيز افتر فيز يبني شوي شوي بيوت لهذا المشروع. مشروع جدا رائع يعني، هذا ممكن لعشر سنين الواحد يشتغل فيه ويعمل مصاري جدا ممتازه. شكرا لك خي وضح لك صايم من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم. ووصلنا هلا للوقت لحتاني نقول للمستمعين كيف يكون يتواصلوا معك ديركت لك والفيرتكس تيم، وكيف يشوفوا حلقاتكم يلي عم نسمعها على تشين راديو. فيهم يتواصلوا معنا اكيد على تلفوني الخاص 613-878-3041 613-878-3041، أو ممكن يتواصلوا معنا على جميع أنواع السوشيال ميديا، موجودين على اليوتيوب، على التيك توك، على الانستغرام، وعلى اللينكدين، وعلى الفيسبوك بطبيعة الحال. وكل الحلقات اللي منسجلها منحاول ننزلها أول بأول كلها موجودة على الشانل تبعتنا على اليوتيوب Vertex Team 100. So, اللي بحب يتواصل معنا وعن أو أكيد كمان في عنا الويب سايت تبعتنا وفيها لايف شات، ممكن يتواصل معنا إذا سؤال سريع وعابر ممكن يتواصل معنا عن طريق اللايف شات ومنحاول نجاوبه بأسرع وقت ممكن. Excellent. وضح لك صاين من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم، منهنيكم مرة تانية على الجائزة تبعكم and have a good time الليلي أنت والفريق. شكرا شكرا لك جيري، وشكرا للمستمعين، شكرا حبيبي.